بلشت سنة 2016 وبلشوا إصدارات الألعاب. فيلا نشوف شو هي الألعاب اللي حتصدر هالأسبوع. الجزء الثاني من سلسلة Assassin's Creed Chronicles حتصدر هالأسبوع مع Assassin's Creed Chronicles India. اللعبة عبارة عن لعبة 2.5D مع طريقة لعب مميزة واختيالات مبدعة. حتصدر Assassin's Creed Chronicles India يوم 12 يناير على PC, PlayStation 4 و Xbox One. The Banner Saga بتجمع أنماط RPG, استراتيجي ومغامرة مع رسومات رائعة وقصة بتتطور مع كل قرار تاخده. حتصدر The Banner Saga يوم 12 يناير على PlayStation 4 وال Xbox One. من بعد غياب طويل بترجعوا على البيت وما بتلاقوا حدا ولازم تكتشفوا لوين راحوا. لعبة Gone Home صدرت على PC بعام 2013 وهالأسبوع حتقدروا تحلوا اللغز على PlayStation 4 و Xbox One يوم 12 يناير. إذا أنتم من عشاق سلسلة Heroes Reborn بنصحكم تجربوا اللعبة اللي مقتبسة عنه بعنوان Heroes Reborn Gemini. حتلعبوا كشخصية كاساندرا يلي عندها قوات خارقة وعم بتحاول تحل لغز ماضيها. حتصدر Heroes Reborn Gemini يوم 12 يناير على PC, Mac, PS4 و Xbox One. لعبة That Dragon Cancer بتروي قصة راين وإيمي جرين وحياتهم مع ابنهم جول يلي مصاب بمرض السرطان. نمط اللعبة Point and Click Adventure يلي بيخليكم تتعمقوا بحياة العائلة وتختبروا صراعهم بشكل شخصي. حتصدر That Dragon Cancer يوم 12 يناير على PC وأويا. هاي الألعاب اللي حتصدر بين 10 و 16 يناير. خبروني بالتعليقات انتو شو حتكونوا عم تلعبوا، ولا لايحة جديدة شوفوني أسبوع الجاي.